مع حلول فصل الصيف من كل سنة، تعم محلة تنظيم الحفلات بأجواء إعداد الأعراس من طرف الكثير من المقبلين على الزواج، طرق عصرية حديثة تقوم بها مزينة العرائس لإضفاء لمسات تجميلية على العروس في مرحلة أولية. بالموسم 2017 كيطلب الجديد بالنسبة للثيابات، بالنسبة للفصلة ما بين العصري والتقليدي، بالنسبة للاكسسوارات ما بقاش بحال شحال هذه ليزاكسيسوار كبار دابا على حجم صغير. تمينا بالنسبة للشتا ماشي هما ديال الصيف، شويه الصيف كيكون زايد على الموسم ديال الشتا. العرس ديالي ان شاء الله في هذا الشهر هذا، وضروري ملي كيجي العرس كيجيو بزاف ديال المتطلبات، كاين تريتور، كاين المكافاه، كاين بزاف ديال الحوايج كيتطلبوا. قاعة الحفل تشهد تحضيرا دقيقا من طرف المنظمين بآخر صيحات التجهيزية، مرحلة أخرى تبلغ كلفة مالية أقصاها 30,000 درهم. الاختيار يبقى حرا بالنسبة للزبائن، كل حسب رغبته وقدراته المالية. بالنسبه اللي متعارف عليه لي بري دائما في الصيف تيكونوا زايدين فيزافي لا ماتيير بروميير كتكون زايده شي شويه. كيف قلت في الاول العرس ما بقاش كيدار غير في الصيف ولا طول العام. في الصيف هو ثمن عادي يعني في المستطاع ديال جميع الناس، هي كتبقى مساله وحده هي على حسب الديكور ديال كل شخص وعلى حسب كل كليون واشنو كيطلب في الديكور. تحضير العرس المغربي تنطلق تكاليفه من مبلغ 30,000 درهم ويصل إلى 100,000 درهم وأكثر، مبالغ تتغير حسب المواسم والمساحات وفخامة المراسم، إلا أن سوق الأعراس في المغرب تحكمه منافسة شرسة هي المسؤولة عن ارتفاع الأثمنة.